ما معنى كلام نتنياهو عن عمليك؟ مرحبا بجميع المشاهدين اسمي دكتورة نسيا شامر وأنا محاضرة في قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان في إسرائيل أنا متخصصة بدين الإسلام والعلاقات بين الأديان السامية وأصدرت كتاب عن الشيخ يوسف القرداوي وموقفه من اليهود وإسرائيل. أريد في هذا الفيديو أن أتكلم عن فيديو منتشر في العالم العربي، يتناول ختاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإشارته إلى آيات من التوراة تتناول الحرب ضد عمليك. الحجة الأساسية في هذا الفيديو هي أن الجيش الإسرائيلي يفعل في غزة ما أمره به رئيس وزراء إسرائيل، وفقًا لما هو مكتوب في التوراة عن الحرب ضد عمليك، ولذلك هناك حرب دينية من قبل اليهود ضد المسلمين. أنا أعارض هذه الحجج تمامًا، وفي رأيي أنها نابعة من عدم فهم مفهوم العمليك كما تطور في الفكر اليهودي عبر الأصول. في هذا الفيديو أريد أن أشرح السبب. أولا أريد أن أوضح أنه وفقا للتوراة، لا يمكن القول بأن المسلمين هم من نسل عمليك، المسلمون هم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، أما عمليك هو حفيد الصاف، الأخ التوام لسيدنا يعقوب عليه السلام. وهكذا لا يمكن للمسلمين أن يكونوا من نسل عمليك. كتب في التوراة أن لابن إيساف الذي إسمه الليفاز كانت صغية اسمها تمنى، فولدت له عمليك، وكانت تمنى أما للليفاز بن إساب فولدت له عمليك من سفر التكوين. إذن نحن نرى أن من حيث النسب كما هو مكتوب في التوراة ليس للمسلمين أي صلة بعملك من هم العملك؟ بعدما تجلى الله تعالى قدرته وأرك فرعون وجنوده في بحر القلزم وأخرج بني إسرائيل من وسطه كانت كل الأمم والشعوب تخاف أن تحارب بني إسرائيل ما شعب واحد العماليك خرج العماليك لمحاربة بني إسرائيل فور خروجهم من مصر لما كانوا بني إسرائيل متعبين من السفر في الصحراء هاجم عماليك الضعفاء من بني إسرائيل الذين كانوا يمشون في آخر القوم أي الأطفال النساء والشيوخ فقتلهم أو خطفهم. هل يوجد اليوم شعب العمليك يجب على اليهود محاربته؟ قبل ما نتحدث عن هذا السؤال، يجب علينا أن نلاحظ أن عندما نتحدث عن اليهودية، فإننا لا نعني ما هو مكتوب في التوراة فقط، أو ما يفعله يهودي معين اليوم. حتى لو كان رئيس حكومة إسرائيل. إنما نعني بذلك أن اليهودية كدين تستند إلى التوراة المكتوبة، أي كتاب التوراة الذي يحوي الكتب الخمسة، والتوراة الشفهية، وهي الأدب الشرعي، بالعبري هلاخا. بما في ذلك التلمود وتفسيرات الفقهاء المفتيين الكبار على مدار التاريخ مثل الخخام موسى بن ميمون والفقهاء الكبار الآخرين في زماننا لذلك فإن لا يمكن لليهودي أن يستشهد بأية دون أن يعتمد على التفسير المعترف به فلنبدأ ببعض الأحكام الشرعية بالنسبة لموضوع الحرب والسلام وتعامل مع العدو أثناء الحرب القواعد التي سنبينها الآن مأخوذة من الكتاب الفقهي قوانين الملوك بالعبري هلخوت ملخيم للخخام المشهور موسى بن ميمون أحد أعظم الفقهاء في العصور الوسطى وكتب موسى بن ميمون: "قبل كل شيء يجب أن يدعى إلى السلام لتجنب نشوب الحرب، لا تشان حرب ما أحد في العالم حتى يدعى إلى السلام، سوى حرب التتو أو حرب الفرد". كما قيل في سفر التتنية: "عندما تتقدمون لمحاربة مدينة، فادعوها للصلح أولا، ورغم ذلك، إذا لم يكن العدو مستعدا للصلح وخرجوا للحرب، يجب تحذير العدو ويدعه فرصة للهروب لتجنب الإذاع قبل الدخول في المعركة. أرسل يوشوى بنون ثلاث رسائل قبل أن يدخل الأرض، الأولى ارسلها لمن يريده الهروب وعاد وارسل من يريد الصلح ليصلح وعاد وارسل من يريد الحرب فليحارب من الواجب عندما يحاصر العدو في الحرب ان يترك جانب واحد من المدينه مفتوحا للسماح لاهل المدينه بالهروب عندما يحاصرون مدينه للاستيلاء عليها لا يحاصرونها من جميع جوانبها بل من ثلاث جهات ويتركون مكانا للفارين ولكل من يرغب في الهروب والنجاه بحياته كذلك يحظر اثناء الحرب قتل النساء والاطفال بشكل متعمد وان لم يصلحوا فليحاربون، ولا يقتلون امرأة ولا سبيا، كذلك يُحظر أثناء الحرب قطع وتدمير الأشجار المثمرة. لتقطع الأشجار المثمرة، أي السالحة للأكل، خارج المدينة، ولا يمنعون منها الماء، ليتسببوا في جفافها، كما قيل في سفر التثنية. لا تدمر شجارها وكل من يقتاها يعاقب كذلك انه يحظر قطع الاشجار المطمره من اجل ان تسبب اذى ومشاكه لاهلها اي العدو ما هي انواع الحرب هناك نوعان مختلفان للحرب حرب واجبه حيث يتوجب عليك المشاركة فيها وحرب اختيارية والتي ليس لزاما المشاركة فيها ويوضح الخخام موسى بن ميمون ويقول إن هناك ثلاث حالات للخروج في حرب واجبة واحد الحرب ضد الأمم السبع التي توجدت في أرض كنعان وحرابة يوشوى بنون الثاني الحرب ضد العمليك والثالث الحرب الدفاعيه للحمايه والتسدي لهجمات العدو المعتدي الواجب في حرب ضد الامم السبع التي حاربها يوسف في ارض كنعان وايضا في الحرب ضد العمليك فهنا اكثر صرامة وشده من اي حرب اخرى حيث كان من الواجب في هذه الحروب فقط عدم اظهار الرحمه وعدم ترك احد على كيد الحياه لكن وهنا نعود الى السؤال الذي سالناه هل يوجد اليوم شعب العمليك يجب على اليهود محاربته والجواب لا لا يوجد وذلك وفقا لجميع فقهاء اليهود لان الامم السبع والعامليك لم يعد لها كيان في ايامنا ولم يعد بالتاكيد امكانيه تحديد من هم من نسل العامليك خصوصا بعد الحروب التي شنها ضدهم الملك تلوت والملك داود عليهما السلام هذا حسب قول الخخام موسى بن ميمون وقال خخام آخر الخخام خايم هيرشنزون الذي كان أحد مؤسسي الصهيونية الدينية المعتدلة وأحد كبار الخخامات الذين أرادوا صنع السلام بين الشعوب والأديان في نهاية القرن التاسع عشر بأن السبب لعدم وجود العمليك في أيامنا هو بفضل الإسلام وهكذا كتب، وفي الحقيقة، لقد تم تطهير عمليك على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعرب، لأنه منذ انتشار عقيدة الإسلام في أرض العرب، تم إلغاء اعتكاد العمليك، الذين كانوا يكفرون بالله الواحد. يتضح مما ذكر أنا وفق جميع الفقهاء على مر الأجيال، لا يوجد واجب شرعي عملي للمشاركة في حرب ضد قوم يسمى عمليك، وإبادته ومحو ذكره للأبد. من المهم جدا أن أوضح أنه عندما اقتبس رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الآية من التوراة، اذكر ما فعله أمليك بك، أنه أولا ليس مفتيا. وان كلامه لا يعتبر حسب الشريعه اليهوديه فتوى دينيه عمليه التي تدعو الى تدمير الشعب الفلسطيني للاسباب التي اوردناها في موضوع العمليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته